اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. في عامه كده للاسف في مجتمعاتنا العربيه والمصريه والشرقيه عامه مواضيع معينه او توبكس معينه بنقول ان هي تابو، ما ينفعش ان احنا نتناقش فيها، حاجه كده زي بنبعد عن قنبله موقوته علشان ما يبقاش في كلام، اصل ما يصحش، اصل عيب ان احنا نتكلم في المواضيع دي، حتى لو اتكلمنا فيها ايه يعني اللي هيحصل، احنا مش عايزين وعي في الجزئيه دي بما فيهم صحتنا الجنسيه. طيب لما يبقى عندنا برسنتجز بتوصل من 18 ل 30 مليون شخص او رجل مصابون او مصابين بضعف الانتصاب، يبقى لازم نعمل سيجمنت كامله نتكلم فيها عن المشكله دي ونعرف مشاهدينا ايه المشكله دي من اساسها وايه حلولها. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معانا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري ورئيس وحدة جراحة الذكورة وعقم الرجال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. اهلا بك يا دكتور ياسين ومنور شاشة اكسترا نيوز. اهلا اهلا بك. اول حاجة دكتور عايزين نعرف المشاهدين ايه مشكلة ضعف الانتصاب عامة. تمام، مشكلة ضعف الانتصاب هي مشكلة مرتبطة بالعلاقة الزوجية، بمعنى ان الزوج غير قادر انه يقوم بالعلاقة الزوجية بشكل سليم. تمام. سواء اذا كان نتيجة عدم وجود صلابة كافية في العضو الذكري اللي هو ضعف الانتصاب، او سواء ان في سرعة في القذف فيؤدي الى ان العلاقة الزوجية ما بتكملش. هو ده الحاجتين اللي احنا بنقدر نقول فيهم ان دلوقتي في مشكلة تؤدي الى عدم اكتمال العلاقة الزوجية. طب اسبابها ايه بقى يا دكتور؟ اسبابها اسباب كتيرة جدا. ممكن مثلا السبب رقم واحد متعرف عليه عالميا هو مرض السكر. مرض السكر النوع الثاني والاول ولكن النوع الاول بيخلي الموضوع ده يظهر بدري شويه. تمام، ماشي. ده مرض السكر. في عندنا طبعا امراض القلب، امراض الضغط، الامراض المزمنه عموما، الكلى والكبد، الحاجات زي الخلل الهرموني، بعض الناس نتيجه الاصابات في العمود الفقري، بعض الناس نتيجه ادويه مزمنه بياخدوها من المهدئات، من حاجات اللي بتتاخد علشان المعده. اسباب كتيره ممكن تؤدي للمشكلة دي. دي حاجات لازم الدكتور من التاريخ المرضي بيقدر ان هو يحددها ويبتدي يتعامل معها. يعني البيشنت هيستوري ليه دور مهم جدا، مهم جدا جدا، لان انا ممكن مثلا يجيني واحد من الكلام كده يقول له انت بتاخد علاج معين، لا، طب عملت عمليات، لا، طب لا قدر الله وقعت على ظهرك، عملت حادثه، عملت حاجه، يقول لا. طيب زي كويستشنير كده بالظبط كده. طيب نطلب بعد الفحوصات، طب انت مثلا بتدخل الحمام كتير، يقول اه والله الفتره اللي فاتت دي بدخل الحمام كتير، جعان كتير، بشرب سوائل كتيره، دي كلها من العلامات بتاع مرض السكر. كده ابتدي اشك في مرض السكر، بطلب الفحوصات، ممكن الاقي مرض السكر. نسبه كبيره جدا جدا من المرضى السكر بيكتشفوا وجود مرض السكر بضعف الانتصاب. اوكي، يبتدي يلاحظ ان في ضعف الانتصاب، يكشف يلاقي عنده مرض سكر. فدي حاجه مهمه جدا، يبقى التاريخ المرضي والكلام مع البيشنت مهم جدا، بحيث ان هو ده بيقول لي انا اتوجه ليه، اشك في ايه، عشان اقدر احدد علاج المشكله ازاي. طب في مرضى كتيره بيقولوا انا مش عايزه اتعرض للتدخل الجراحي. تمام، هل اوبشن ان في العلاج الدوائي ممكن يدي افكت او نتيجه، ولا الاوبشن الوحيد اللي قدامه، الاختيار الوحيد اللي قدامه هو التدخل الجراحي؟ لا لا لا، نسبه كبيره جدا من الناس بنقدر نتعامل معاهم دوائيا. أوكي. بمعنى ان احنا يعني اول ستيب دوائي. اول ستيب دوائيا دي دايما في البدايه، في اول حاجه، لان في درجات كتيره جدا جدا من المرض. زي مثلا مريض السكر، مريض السكر بيبقى في البدايه طبيعي جدا، بعد فتره مع تطور المرض يبتدي يستجيب للمنشطات بجرعه بسيطه جدا، يقول لي انا باخد ربع حبايه من المنشط ابقى كويس. أوكي. شويه يلاقي نفسه داخل نص حبايه، شويه يضطر يزود حبايه حبايتين، بعد كده ما يلاقيش عشان تأثير. بالظبط، بعد كده ما يلاقيش تأثير فيبتدي يلجأ للدكتور. في بعضهم المنشطات بتفقد تأثيرها عليه نهائي. تمام، يبقى نتوجه للمرحلة الثانية من العلاج الدوائي اللي هي الحقن الموضعي، وده من الحلول برضو المهمة جدا والمفيدة جدا 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 لنسبة كبيرة من المرضى اللي خلاص تأثير الدوائي للمنشطات انتهى،
من جسمهم. تمام. بعض الناس بيبقى مثلا مش محتاج اصلا منشط، بعض الناس بيبقى عنده مجرد خلل هرموني، ابتدي اقول له والله انت توقف علاجات مثلا بتسبب لك الخلل الهرموني ده، بعض الناس بنغير لهم علاجات الضغط اللي بياخدوها فبيبتدي يبقى كويس، بعض الناس بتوع الخلل الهرموني نصلح الهرمونات يبتدي ان هو يتحسن تاني مره تانيه. ففي خطوات مهمه جدا اتخاذها قبل الحلول الجراحية، لأن في ناس بتيجي تقول لي والله أنا عندي المشكلة دي مؤرقاني بقالي 3 أو 4 سنين وجاي لك عاوز أخد الحل الجراحي. تمام. فأنا يعني ما بلجأش أن أنا خلاص هنعمل العملية، لا خالص، هي مش كده، هي الفكرة أن أنا بطلب الفحوصات بتاعتي، لأني بوجد في نسبة كبيرة جدا جدا من الناس اللي كان هدفها الحلول الجراحية بنوجد طرق حلول دوائية وبالتالي بنجنبه للجراحة. فطبعا في ناس كتيرة جدا بتستفيد من العلاج الدوائي عن طريق ان احنا نحدد اسباب الضعف اللي موجود. طب لو جينا دكتور ياسين للشق بقى الجراحي، تمام، اكيد في انواع حسب الكيسز، انواعها ايه؟ تمام. من زمان من الثمانينات ومن الفترة دي كان ابتدوا يعملوا عملية اسمها عملية ربط الأوردة. أوكي. معتقدين ان هي دي في حاجة اسمها تسريب وريدي. التسريب الوريدي ده اللي هو الكلمة المرادف لضعف الانتصاب، فيقول له انت عندك تسريب وريدي هنعمل ربط الأوردة، ولكن الموضوع ده انتهى وثبت ان هو طبعا غير مجدي. أوكي. نهائي. فابتدينا نقول ان الحل الوحيد لضعف الانتصاب، الحل الجراحي الوحيد هو الدعامة، هو الدعامة بأنواعها. تمام. فلازم لما يعني ايه بأنواعها يا دكتور ياسين؟ تمام. الدعامة بأنواعها، الدعامة نوعين. نوع، في نوع بنسميه سيمي ريجيد ونوع انفلاتابل. السيمي ريجيد ده اللي هو النوع الصلب ولكن مرن، صلب ولكن مرن. عبارة عن مين بقى البيشنتس اللي يحتاجوا ده؟ تمام. هي بنختارها طبعا حسب نوعيه المريض، حسب الاناتومي بتاع المريض. يعني تشريحيا في بعض المرضى بيكون عندهم مصاحب لضعف الانتصاب موجود فيه تليفات في العضو، التليف في العضو ده ممكن يحجمنا شويه ان احنا نستعمل النوع الارقى اللي هو الانفلاتابل. أوكي. دي حاجه. لو واحد الانفلاتابل بيحتاج مريض يعني صحيا افضل، وبيحتاج كمان مريض يعني فاينانشال افضل. الحاجه الثانيه ان هو بيحتاج مريض عنده وعي اكتر. أوكي. بمعنى ان لو واحد عنده مثلا مشكله في ايده فانا ما اقدرش ان انا اركب له الانفلاتابل اللي هو ببالونه، لان هو ليه بالونه بتتحط في الكيس بتاع الخصيتين، البالونه دي عن طريقها بيتحكم المريض في الانتصاب بحيث ان هو يضغط على البالونه يبتدي السائل اللي موجود جوه البالونه يبتدي يحصل له انه ينضخ جوه الانابيب اللي بتبقى موجوده جوه العضو الذكري، فبالتالي يحصل الانتصاب. بعد ما بينهي العملية الزوجية بينطكي على مكان اسمه فالف موجود جوه البالونة، الفالف ده هو اللي بيخلي السائل يرجع من الأنابيب دي للبالونة تاني عشان يحصل حالة الارتخاء بتاعة العضو الذكري. ولكن نسبة الناس اللي بتحتاج النوع ده نسبة قليلة. تمام. يعني نقدر نقول مثلا ان هم 5% 10% من الناس بس اللي هي بتلجأ ليه، ولكن النوع اللي نسبته كبيرة تعدي 90% هو النوع الماليابل او اللي احنا بنقول عليه الصلب ولكن المرن. فكرته ايه؟ فكرته ان هو عبارة عن جسمين بيتزرعوا جوه العضو. العضو تشريحيا عبارة عن جسمين كهفيين. أوكي. جوه كل جسم كهفي منهم بيتحط الأنبوبة دي. الأنبوبة دي ليها ليها أنواع كتيرة. تمام. وليها كل نوع منهم برضو بيناسب مريض. أوكي. أرقى نوع موجود هو نوع موجود في قلبه معمول من الفضة وغلاف حواليه من السيليكون، وبيكون على الغلاف ده مستقبلات نقدر نقول عليها للمضاد الحيوي. بمعنى ان احنا المشكله اللي بتؤرقنا جدا في عمليه الدعامه هي ان يحصل التهاب لا قدر الله. تمام. فعشان نهرب من الموضوع ده او نتفادى الموضوع ده او نقلل فرص حدوثه بنستعمل الجهاز ده اللي بيكون عليه مستقبلات للمضاد الحيوي. تمام. ده نوع راقي جدا متميز جدا، وكمان استعماله سهل للمريض بحيث ان هو المريض بيكون عنده الصلابة زي ما بنقول 100%. الحاجة التانية الإحساس الطبيعي بتاعه لزوجه لزوجة موجود ومتوفر طبيعيا. قدرته الإنجابية طبيعية جدا جدا جدا. فهو ده النوع المناسب لنسبة كبيرة من الناس. للحديث بقية إن شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسين. شكرا. بشكر دكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري ورئيس وحدة جراحة الذكورة وعقم الرجال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. مشاهدينا للتواصل من
خارج مصر مع المركز تقدروا تتواصلوا عن طريق الواتساب والفايبر الابليكيشنز. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسين، نورتني النهارده. شكرا مشاهدينا، بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.